مشاهدين، أكيد تأخر الحمل من المواضيع التي تثير القلق لدى الأزواج، خاصة وإن كان الزواج حديث العهد، ويطرح تأخر الحمل العديد من التساؤلات أيضاً الاستفسارات، منها ما يستدعي تدخل طبي ومنها من يستدعي العلاج لفترة زمنية قد تطول. فعلاً يا زينب، وأيضاً مشاهدينا للحديث أكثر عن هذا الموضوع ويضيفنا في الاستديو الدكتور أحمد البهوتي، أكيد استشاري طب الإنجاب والعقم. صباحك ورد وسعادة وإيجابية. صباح الخير. أهلاً بكم. دكتور أحمد، يعني بداية، ما هي أسباب عدم الخصوبة عند الرجال؟ أنا بحييك إن إحنا بنبدأ بالرجل، لأن الرجل للأسف يعني جزء كبير من الرجال ما بيتقبلوش الفكرة إن إحنا صحيح. نبدأ فيه، ويحملون المرأة هي مسؤولية هذا الشيء. طبعاً في المجتمعات الشرقية زي ما أنتم عارفين بيبقى فيه نوع من أنواع الإنكار شوية من الرجالة. نعم. والرجل بيشكل حوالي ثلث حالات تأخر الحمل، فنسبة نعم. كبيرة من حالات تأخر الحمل. بالنسبة لي الأسباب اللي هي لدى الرجل ممكن بتبقى أسباب ضعف في الإنتاج، والأسباب ضعف الإنتاج عادة بتبقى نتيجة ضعف في الخصية والحيوانات أو الخلايا الأم للحيوانات المنوية. نعم. ودي هي أشياء حاجة، ودي اللي بيبقى علاجها صعب شوية. الجزء الثاني بيبقى فيه ضعف في الإنتاج نتيجة هرمونات الغدة النخامية اللي هي طالعة من المخ عشان تخلي الخصية تشتغل. الجزء الثالث بيبقى فيه انسداد في القنوات الناقلة للحيوانات المنوية من الخصية. نعم. فدي الثلاث أسباب الشائعين لدى الرجل. أكيد طبعاً دكتور، عشان نكون عادلين مع كلا الجنسين، حين حابين نعرف شو الأسباب اللي تسبب تأخر الحمل لدى النساء أو عدم الخصوبة لدى المرأة؟ تمام. من أكثر الأسباب طبعاً بيبقى ضعف الإباضة، وده بيبقى في العادة نتيجة حاجة متلازمة اسمها متلازمة تكيس المبايض، ودي برضو من الحاجات اللي هي منتشرة قوي، بتشكل تقريباً 25% من حالات تأخر الحمل. نعم. وعلاجها بسيط، وبيبقى تنشيط إباضة بعقاقير، وبتبقى فرص الحمل فيها كبيرة جداً. نعم. الجزء الثاني بيبقى يرجع لي التصاقات في قناتي فالوب اللي هي بتنقل البويضة، وبيحصل فيها التلاقي بين البويضة والحيوان المنوي. في أسباب بتبقى نتيجة حاجة اسمها بطانة الرحم مهاجرة، برضو دي بتعمل بتخلي بيئة الإنبات غير صحية، أو يعني ما بيحصلش إنبات فما بيحصلش حمل. في أسباب برضو بتبقى نتيجة إن الرحم فيه لحمية، في التصاقات داخل الرحم أو كده. تمام. فدي يعني بشكل عام دي معظم الأسباب. هاي الأسباب الرئيسية. دكتور أحمد، يعني تحدثنا عن ما يخص الرجال وما يخص النساء، ولكن هل هناك عوامل مشتركة بين النساء والرجال في عدم الحمل أو تأخر الإنجاب؟ هو أول حاجة هما الاثنين هما قواد، أو يعني هما اللي بيقودوا السفينة الحياة اللي ما بينهم. نعم. اللي هي الحياة الأسرية، وهما الاثنين لازم تعاونهم علشان يحصل الحمل. وكتير جداً أو بنسبة 40% بنلاقي أسباب عند الرجل، بنلاقي مثلاً مشكلة عند الرجل ومشكلة كمان عند السيدة. صح. فلازم إن إحنا نبقى بنتعامل معهم على إنهم حاجة واحدة، وما فيش حاجة اسمها ده أنت اللي عندك المشكلة وأنا اللي عندي المشكلة. صح. وكده. والحالة النفسية والعلاقة الزوجية مهم إن هي تحصل بشكل كويس علشان يبقى فرص الحمل جيدة. أكيد. طيب دكتور، متى تبدأ المرأة تخاف أو تقلق من هذا الموضوع وتعرف أنه فعلاً صار معها تأخر حمل ويجب تدخل طبي أو علاج؟ ده سؤال مهم جداً، لأن في ناس بتسرع وبتعمل تدخلات بدون داعي، وفي ناس بتتأخر قوي. وبشكل عام لو احنا بنتكلم، احنا المفروض أن 80% من الأزواج بيحصل حمل في خلال أول سنة من زواجهم، فلذلك حطينا أن هي السنة هي الفترة اللي بعدها بنقدر أن احنا نستشير طبيب، إلا لو في مشاكل واضحة عند الزوج أو الزوجة. بمعنى مثلا الزوج كان في طفولته كان في خصية معلقة، لا ده لازم إن احنا نبدأ على طول، أو حتى من قبل الحمل إن هو يعمل تحليل سائل منوي ونطمن عليه. لو الزوجة كان عندها مثلا عدم انتظام في الدورة، أو عندها لخبطة في الهرمونات، شعر زايد، فهنا لا لازم إن احنا نتدخل مبكرا ونعمل تحاليل مبكرا ونشوف إيه المشكلة. برضو ارتفاع سن الزواج دلوقتي لدى السيدات، ان في سيدات كتيره مثلا بتتزوج بعد سن ال 35،
فلا فعلا. المفروض ان احنا ما نديش السنه دي، لا ممكن تبقى 6 شهور، ممكن في بعض الاحوال لو سنها يقارب ال 40 لازم ان احنا نشوف على طول الامور، علشان ما نستناش، لو استنينا السنه دي احنا ضيعنا منها فرص كبيره جدا في الانجاب. صحيح. دكتور في بعض الاحيان ممكن يكون كل شيء اوكي وما في اي امور في عدم الانجاب او ان تاخر الانجاب، ولكن في ممكن يكون خلينا نقول تاريخ مرضي للعائله وممكن انه ياثر سلبا في بعض الاحيان على صحه الجنين، صحيح؟ خبرنا شو الفحوصات اللي المفروض تقوم فيها الام للتاكد من صحه الجنين؟ يعني حد في العيلة عنده مرض وراثي، عندهم مرض وراثي وفي خوف أنه من الممكن أنه في وراثة لهذا المرض للجنين. في بعض طبعا العائلات بيبقى فيها أمراض وراثية زي مثلا أنيميا البحر المتوسط، السلاسيميا، وبيبقى ممكن تبقى الزوجة أو الزوجة حاملين للمرض. نعم. وما يعرفوش أن عندهم المرض، أو عارفين ومش متوقعين، عارفين أنهم حاملين لكن مش متوقعين أنهم يجيبوا جنين مصاب. فمن هنا الوقاية خير من العلاج. لازم قبل الزواج ممكن ان احنا نعمل خطة للحمل، وهنا يفضل بقى لو هم حاملين للمرض او في فرصة ان الجنين يبقى مصاب بالمرض، يبقى ان احنا نعمل اختيار للجنين السليم بالفحص الوراثي. نعم. قبل الحمل، ونعمل اطفال انابيب وفحص وراثي قبل الحمل. نعم. طبعا لو حصل الحمل هنا مش هنقدر نعالج الجنين داخل الرحم، ولكن صحيح. ممكن ان احنا نكتشف عن طريق بقى في بعض الفحوصات على حسب نوع المرض. في بعض بناخد ساعات سائل الامنيوس المحاط بالجنين، بناخد منه. نعم. عينه وخلايا، ساعات بناخد من المشيمه. في فحوصات ابتدت تتطور ان احنا بناخد من دم الام، بس دي في بعض يعني مش في كل الامراض، بناخد منها عينه بنشوف فيها الحمض النووي بتاع الجنين ونقدر برضو نعرف حاجات عنه. نعم. ولكن زي ما بقول لحضرتك الوقايه خير من العلاج. صحيح. اكيد. ايضا دكتور اتوقع هناك امراض مثل متلازمه الداون، يقدر الدكتور من خلال كشف في السونار يعرف مبكرا، صحيح؟ اذا الطفل فيه هذا المرض او لا، بنعرف من 3 شهور لخمس شهور خلال الحمل. علامات قبل كده ممكن في الشهر الثالث، في علامات بتقول ان الطفل ده اكثر ان هو احتمال ان هو يكون داون، لكن علشان نثبت لابد من اخذ عينه من المشيمه او من السائل الامنيوسي للجنين. وفي فحص متطور دلوقتي اللي هو بقول لحضرتك فحص الماده الوراثيه للجنين داخل دم الام، دي ممكن. نعم. نعرف بنسبه كبيره جدا ان البيبي ده مصاب بالداون او لا. اكيد. صحيح. دكتور اكيد في العديد من الازواج اصبحوا اليوم يتوجهون اذا عندهم مشكله في الانجاب ينصحهم الدكتور بزراعه اطفال الانابيب، ولكن في بعض الاحيان ممكن ان يكون في فشل لزراعه اطفال الانابيب، ما هي اسباب الفشل المتكرر لبعض اكيد الامهات؟ تمام. مبدئيا ما فيش نجاح اسمه 100% لما نزرع جنين داخل الرحم ان انا ابقى ضامن 100%. تمام. فالمرضى لازم يبقى المريض أب هو بيعمل إن عارف اللي فيه نسب نجاح بيتوقف. صحيح. على عمر السيدة، على جودة الجنين، على حاجات كتيرة خارجة برضو عن الدكتور، ولكن ده ما يمنعش إن الدكتور والتنشيط التبويض ومعمل الأجنة والمكان اللي بيعمل فيه ليه دور كبير جدا. في بقى زي ما حضرتك بتقولي كده في حالات لا احنا نقلنا مرة وما حصلش حمل، نقلنا مرة تانية ما حصلش، لا في هنا مشكلة. مبدئيا معظم الحالات بتبقى ليها علاقه بالجنين اللي هو اللي انا بشبهه زي البذره. نعم. دي ممكن ما تبقاش جيده حتى لو شكلها الخارجي جيد. نعم. فهنا ممكن يكون الماده الوراثيه بتاعتها فيها تشوه، ومن رحمه رب العالمين ان هو ما بيحصلوش ما بيمسكش في الرحم. صحيح. وبيحصل منه او يكمل الحمل، وفي بعض الاحوال حتى لما بيكمل بيحصل اجهاض. نعم. فدي اكتر حاجه. النقطه الثانيه ان في بعض الاحوال بيبقى الارض اللي هي الرحم ممكن يبقى فيها لحمية، يبقى فيها التصاقات. صحيح. ممكن في بعض الأحوال بيبقى فيه عدم تناسق بين الوقت اللي بننقل فيه الجنين وفرص الحمل داخل الرحم نتيجة خلل شوية في هرمونات الرحم يعني. نعم. ودي بقى ليها تحاليل ان احنا بنشوف امتى انسب وقت لكل مريضه ان احنا ننقل فيه الاجنه بتاعتها علشان نزود فرص الحمل. نعم. في طبعا حاجات تانية بقى المفروض الدكتور بيبقى واخد باله منها، لو في مثلا انتفاخ في قناتي فالوب او في احدى من هما، المفروض ان قبل ما ننقل ان احنا نقفل القناه فالوب لان بيبقى فيها سائل ممكن يؤدي الى عدم ثبات الاجنه لما يتزرع.
وفي حاجات تانية مش هطول عليكم يعني الموضوع كبير. خذ راحتك. طيب دكتور، مثلا دائما نسمع مثلا من امهاتنا او اصدقائنا في البيئه المحيطين فينا يقول لك مثلا خلها تتزوج وهي صغيره، ويعني على طول يكون في حمل مبكر احسن، لان كل ما كبرت في العمر صارت فرص الحمل صعبه، وممكن يعني نسمع ان في ناس تقول تقل الخصوبه لدى المراه. حابين نعرف هاي المعلومه فعلا، ان هل كبر العمر يؤثر على الخصوبه لدى المراه ويؤثر على تاخر الحمل او لا، وشو هي الاسباب؟ هو سبحان الله السيده بيبقى عندها عدد من البويضات وجوده من البويضات، العدد والجوده دول بيتناقصوا مع العمر، بالذات التناقص بيزيد بعد سن ال 35، بيزيد قوي بعد ال 40، بيزيد قوي قوي بعد ال 45 لما بيجي وقت معين بتنفذ البويضات. فطبعا النصيحه دي جميله، ان السيده كل ما كان فيها فرصها انها تتزوج مبكرا افضل. طيب سيده بتعمل وحياتها الوظيفيه وبروفيشناليتي عاليه جدا وكده، هل في فرصه ان هي تحافظ على خصوبتها؟ ممكن تعمل حاجه اسمها تجميد بويضات. فانا بنصح السيدات في سن صغير لو هي ما تزوجتش او في تاخر في ان هي تنجب، متزوجه ومتاخره ان هي تنجب لاسباب الوظيفيه لاي اسباب فاينانشال وات ايفر، لا تجمد بويضات، وتقدر بعد كده وهي عمرها بعد 10 سنين من ما هي جمدت تقدر ان هي تعمل نقل، يعني تلقيح ونقل اجنه وكده، وبنفس فرص الحمل اللي هي لما كانت عندها مثلا 30 سنه لو هي عملتها. نعم. وهي 30 سنه. نعم دكتور، ما اهميه خلينا نقول فحص الاجنه وراثيا قبل الزرع، وخاصه ان قبل شوي كان جوابك ان في بعض التشوهات في بعض الاحيان ورحمه من رب العالمين ان ما يكمل الحمل؟ تمام. الفحص طبعا هو اول حاجه، انا مش ده تقنيه اتاحت لينا فرص اكتر للعيانين اللي عندهم زي ما حضرتك اشرتي قبل كده عدم ثبات للاجنه. طبعا اللي حاملين لامراض وراثيه الاب او الام، فالفحص ده مهم جدا. ولكني برضو باكد ان هو مش لازم يتعمل لكل المرضى، فبيبقى اختيار يعني بنعمله الدكتور بيشرح للمريضة فايدته وهل المريضة هتستفيد منه ولا لا. نعم. فلو المريضة طبعا حامل هي أو الزوج ليه مرض وراثي، لا ده مهم جدا ليهم. لو هي المريضة في تكرر لعدم ثبات الأجنة داخل الرحم، لا يبقى في فايدة ليه. نعم. ولكن لو مريضة بتعمل لأول مرة ومفيش داعي أن احنا نكلفها زيادة وندخلها تحت ضغط نفسي وعصبي أكتر وكده. أكيد طبعاً دكتور، مثلاً هل الأمراض الوراثية ترتبط فقط إذا كانوا الزوجين يعني أقارب، أو ممكن تكون هناك أمراض وراثية حتى لو ما في صلة قرابة بين الزوج والزوجة؟ وارد إن هما يبقوا حاملين لمرض وهما مش قرايب، لكن طبعاً كل ما كان قرايب كل ما كان زادت الفرص في إن هما يبقوا حاملين نفس المرض الوراثي. صحيح دكتور، يعني العديد من الدراسات اللي أثبتت أن جداول صينية، خلينا نقول نوعية طعام معينة قبل الحمل إذا هي خضروات ولا فواكه ولا لحوم تأثر على جنس الجنين إذا كان ذكر أم أنثى. خبرنا للتوازن الأسري، هل يمكن تحديد نوع الجنين إنه ممكن يكون بنت أو ولد؟ طبيا لا نعتمد على جداول صينية ولا على نوعية أكل ولا على غسولات ولا كل الكلام ده، طبيا لا. وهو بيعتمدوا هنا ان النسبه 50-50، فلو حصل عملوا حاجه وصابت مش معنى كده ان ده نجاح 100%. صحيح. طيب ايه الحاجه اللي هي 100%؟ لو انا نقلت الجنين والجنين ثبت ان هو هيبقى ذكر او انثى، ان احنا عاملين فحص وراثي وشايفين الكروموزوم الذكوري او الكروموزوم الانثوي. نعم. للجنين، فهنا ملهاش مجال غير ان هو ان شاء الله يبقى. صحيح. الاختيار السليم. أكيد طبعاً دكتور، نتمنى يكون الجميع استفادوا من هالمعلومات إن شاء الله، وما يصير تأخر حمل عند أغلب النساء. دكتور أحمد البهوتي، شكراً لتواجدك معنا اليوم. أنا سعيد. نورتنا، يعطيك العافية. يعطيك العافية. فرصة سعيدة.